السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو غادي يخص كتاب المتعلم والمتعلمة، منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، الطبعة الجديدة، شتنبر 2021. إذا هذا الفيديو بطبيعة الحال غادي تلقاوه في القناة ديالي، غادي تلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون. ولكن هذه المرة إن شاء الله كاين تنقيح في هذا الكتاب خصوصا في أطبق، وأنا غادي نعاود إن شاء الله درس كامل وغادي نصحح معكم أطبق. إذا كما كتلاحظوا اليوم إن شاء الله غادي نديروا الحصة الثالثة في الوحدة الثانية، واللي كتخص أدوار الكائنات الحية في التربة، سيتادير لي غول دي زيتر فيفون دون لو سول. يعني في هذا الدرس غادي نتعرفوا وغادي نحددوا وظائف التنوع البيولوجي في التربة، أو ما هي أدوار الكائنات الحية في التربة. إذا لاحظوا معايا هنا عندي واحد الصورة هنايا لأوراق ميتة فوق تربة الغابة. لاحظوا أوراق الميتة، هنا عندنا ديدان صغيرة. لن نبداو بألاحظ جوبسير في غابة مجاورة، لاحظ ياسر أن طبقة الأوراق الميتة الفرش الحرجي التي تتشكل فوق التربة خلال فصل الخريف تختفي بكاملها تقريبا خلال فصل الصيف، ولاحظ أيضا وجود ديدان الأرض والفطريات في الفرش الحرجي. إذا في واحد غابة ياسر شنو دار؟ شاف بأن طبقة الأوراق الميتة، الطبقة ديال الأوراق الميتة الفرش الحرجي، كتشكل فوق التربة خلال فصل الخريف، يعني خلال فصل الخريف كتكون كاينة وكتختفي تماما فصل الصيف. يعني فصل الصيف ما لقاوش هنا أوراق ميتة فوق التربة بحال هيدا. أها، ولاحظ أيضا وجود ديدان الأرض والفطريات في الفرش الحرجي. وشنو لاحظ آخر؟ لاحظ بأنه كاين ديدان الأرض وكاين كذلك فطريات في الفرش الحرجي. احنا تعرفنا في الدرس السابق بانه فوق التربة، فوق الاوراق الميتة، كاين مجموعة من الفطريات والبكتيريات، وفي التربة توجد كذلك حيوانات صغيرة ودقيقة. ما هو في نظركم سؤال التقصي اللي غادي يكون مناسب لهذه الوضعية؟ لا، سؤال التقصي اللي غادي يكون مناسب للوضعية ممكن سولو علاش كتختفي داك الأوراق الميتة في فصل الصيف مثلا؟ ما هو دور الكائنات الحية في التربة؟ كتبوا هنا في واحد الورقة عندي فيها سؤال التقصي. إذا سؤال التقصي هو مثلا ما هي أدوار كائنات التربة؟ ما هي أدوار الكائنات الحية في التربة؟ أين يتجلى دوره؟ إذا ومنها غادي نجاوبوا على السؤال علاش اختفى داك الفرش الحرجي في الصيف. إذا الافتراضات، افترضوا أن للكائنات الحية أدوار عديدة في التربة، مثلا التهوية وتخصيب التربة مثلا. افتراض الثاني، افترض ان اختفاء الفرش الحرجي راجع الى الحيوانات موجودة في التربة والتي قامت بتحليل وتجزيء الفرش الحرجي. هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. باش كنتحقوا من الفرضيات واش صحيحة ولا خاطئة، بدراسة أنشطة أتحقق. انتبهوا معايا في أتحقق. جو فيغيفي. السؤال الأول أو النشاط الأول، أحدد دور بعض الكائنات الحية للتربة بكتابة كل حرف في المكان المناسب. إذن عندي جوج ديال الأدوار، تقطيع الأوراق الميتة ألف، تفسخ وتحلل الأوراق المفتتة. إذا لاحظوا معايا هنا عندي بحال واحد لو سيركل، بحال واحد الدورة هنا. هنا التربة، عندي حيوانات التربة، عندي فرش حرجي هو هذا، هنا فطريات، هنا دبل. إذا فين غنديرو ألف وفين غنديرو باء؟ واش غنديروه هنايا ولا غنديروه هنا؟ مزيان. إذا ألف غادي تكون ها فينا وباء غادي تكون ها فينا، ونقول لكم علاش. حيوانات التربة تقوم بماذا؟ تقوم بتقطيع الاوراق الميته. ديك الاوراق الميته كتقطعها ديك الحيوانات ديال التربه، والحيوانات ديال التربه كتكون صغيره وقدها صغير، ماشي صغير جدا. بينما الفطريات والبكتيريات تقوم بتفسيخ وتحليل الاوراق المفتته. ديك الاوراق المفتته الناتجه عن حيوانات التربه كتزيد تفسخها وتزيد تدمرها وتزيد تحللها باش نحصلوا على ماذا؟ على الدبل. صافي، ما
مزيان. أبين تأثير الكائنات الحية للتربة على الفرش الحرجي بملء الفراغات بما يناسب. إذن غنبينو التأثير ديال الكائنات الحية على الفرش الحرجي، وغادي نعوضو بهاد مادة عضوية الدبال التجزئ وخصوبة. تخضع عناصر الفرش الحرجي الأوراق للتقطيع والتجزئ بطبيعة الحال. إذن كتخضع للتقطيع، كتقطع وكتجزأ تجزئ. سبيا بفعل ماذا؟ بفعل الحيوانات الصغيرة والدقيقة للتربة. إذا الحيوانات الصغيرة والدقيقة هي التي تقوم بتقطيع وتجزيء الفرش الحرجي أي الأوراق، ثم تتفسخ وتتحلل بفعل الفطريات والبكتيريات. شكون اللي كيساهم في التفسخ ديالها والتحلل ديالها؟ هي الفطريات والبكتيريات. وتتحول إلى ماذا؟ وتتحول إلى مادة عضوية. مادة عضوية، صافي، مادة عضوية قاتمة اللون. إذا كترجع عبارة عن مادة عضوية، اللون ديالها قاتم، يعني اللون ديالها مغلوق. غنية بالعناصر المعدنية، فيها عناصر معدنية تدعى ماذا؟ تدعى الدبال. الدبال، صافي، الذي يرفع من خصوبة التربة. اللي كيرفع من خصوبة التربة، كترجع ليا التربة خصبة، وإلا درت فيها شي حاجة ولا زرعت فيها شي حاجة كينوض وكيعطي محصول زراعي مزيان. النشاط رقم 2 اللي هو اون فرونسي، جو رياليز ليكسبيريونس سويفونت، غادي ندير التجربة التالية. جو مي دي كوش سوكسيسيف دو توغو اي دو سابل دون ان بوكال، كنجيب واحد الحجر ولا واحد القرعة بحال هيدا وكندير فيها دي كوش سوكسيسيف، ستادير طبقات متتابعة ديال الطين دي توغو اي دو سابل وديال الرملة. إذا كندير طين رملة، طين ورملة، صافي. بوي جاغوز، من بعد شنو غندير؟ غادي نسقيها. اي جو ديبوز دي فير دو تيغ اي دي فوي مورت او ديسو، وغادي نحط عليها، كما كتلاحظوا هنا، غادي نحط عليها اوراق ميتة وكذلك دي فير دو تيغ اللي هما ديدال الارض. مزيان. جو كوفغ لو بوكال، غادي نسد هاد الحجر هذا دان كاش نواغ، غنشدو بواحد الخرقة كحلة. اها، اي جاغوز دو فوا باغ سومين دورون ان موا، وغادي نبدا نسقيها جوج المرات في الاسبوع لمدة شهر. سي بيان. جو بسيرف لي ريزولتا اي جو ميكسبريم، غادي نلاحظ النتائج وغادي نعبر. جو ديتيرمين لي رول دي فير دو تيغ اون كومبليتون لي فراز باغ لي مو سويفون، غادي نحدو ادوار ديال الكائنات الحيه. فين ادوار ديال الكائنات الحيه؟ على الفرش الحرجي بالملء ديال هاد الجمل هنا. لي فير دو تيغ كروز لي غالري بيرميتون، لي فير دو تيغ ديدان الارض شنو كيقوموا؟ كيقوموا بحفر، دي غالري يعني الانفاق، حفر انفاق بيرميتون اللي كيساعدوا فايش. اذا كيحفروا انفاق، لاحظوا هنايا من بعد شهر شو كيفاش رجعت، ما بقاش على شكل الطبقات. اذا داك لي فير دو تيغ حاولوا يحفروا بالانفاق باش يديروا التهويه للتربه، دونك لايغاسيون، دو سول، التهويه للتربه، شنو داروا اخر؟ فراغمونت، قطعوا، داك المكونات ديال الفرش الحرجي. لي زيفويس ودفنوهم، وبداو كيدفنوهم داك الفرش الحرجي كان الفوق، بداو يقطعوه، ودفنوه مزيان. اي لي ميلونج وكيخلطوه، افيك دو لا تيغ، مع الارض، مع ديك التربه، كيخلطوه مع ديك التربه. اي لي كونسوم وكياكلوه مزيان. اي اونغيشيس لو سول، وكيقوموا باغناء التربه. اون يعني كيغنيو التربه باش بلي ماتيغ، اورغانيك، ماتيغ مينيرال، باردون، مينيرال، سي بيان، كونتوني دون لو روجي، اللي كاينين داك الماتيغ مينيرال اللي كاينه في الفضلات ديالهم، الفضلات ديال هاد لي فير دو تيغ. ندوزو مانتونو الاستخلص، غادي نكتبها معاكم هنايا. اذا الملخص اللي ممكن نكتبه هو كالتالي: تعمل الكائنات الحيه، اذا داك الكائنات الحيه او حيوانات الحيه او حيوانات، التربه والفطريات والبكتيريات على ماذا؟ اش كدير؟ على تحليل الفرش الحرجي وتحويله، وكتحولو الى دبال. هاد الدبال هو اللي كنستعملوه باش نغنيو التربه، واغناء التربه
بالمواد، كغني التربة بالمواد المعدنية لكي نقلنا في الفضلات المعدنية وتخصيبها، يعني كترجع التربة خصبة وصالحة للزراعة. كما تعمل الحيوانات الصغيرة، الحيوانات الصغيرة اش كدير؟ صغيرة مثل ديدان الأرض، بحال ديدان الأرض، على تهوية التربة. دونك ديدان الأرض كتساهم على ماذا؟ كتساهم في تهوية التربة، حنا شفناها الفوق، تهوية التربة، وكذلك تخصيبها بطرح فضلات تحتوي على مواد معدنية. مزيان، إذن هذا هو الملخص ديالنا. غندوزو الآن أطبق، غنطبقو داكشي اللي تعلمناه في الدرس. أطبق جابليك. النشاط الأول: أرتب مراحل تفسخ ورقة نبات بفعل الفطريات والبكتيريات بوضع الأرقام 1 إلى 4 في الخانات المناسبة. إذا هنا راه واضحة، غادي نبينو كيفاش قامت الفطريات والبكتيريات بتفسيخ هاد الورقة هذه. إذا غنبداو بالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى بطبيعة الحال هي هذه، ثم المرحلة الثانية هي هذه، ثم المرحلة الثالثة هي هذه، ثم المرحلة الرابعة هي هذه. شتي كيفاش رجعتها؟ رجعتها على شكل لون قاتم، لون قاتم، يعني غترجع على شكل مادة عضوية من بعد ما تاكلها وتطرح الفضلات. كي سون دو جونتوغ لي غول دي فيغ دو تيغ دون لو سول. شنو هو الدور ديال ديدان الأرض؟ فهياش في التربة. لايغاسيون دو سول، تهوية التربة. مونجي لي بوتي زانيمو دو سول، أكل الحيوانات الصغيرة ديال التربة. لا سيباغاسيون دي كونستيتيون دو سول، يعني تفريق مكونات التربة. ولا لا فيرتيليزاسيون دو سول، يعني تخصيب التربة. إذا عندنا جوج ديال الأدوار ديال لي فيغ دو تيغ، ستادير ديدان الأرض، جوج هما تهوية التربة، هي وكذلك لا فيرتيليزاسيون دو سول، يعني تخصيب التربة، تهوية التربة وتخصيبها. صافي. السؤال الثالث أو النشاط الثالث: أصل بخط كل مجموعة من الكائنات الحية بدورها في التربة. نصل بخط بكتيريا والفطريات شنو كيديروا، والحيوانات الصغيرة والدقيقة شنو كيديروا؟ تقطيع الفرش الحرجي وتجزئه. شكون اللي كيدير تقطيع الفرش الحرجي وتجزئه؟ واش البكتيريا والفطريات ولا الحيوانات الصغيرة والدقيقة؟ تحليل الفرش الحرجي وتحويله إلى ذبان. شكون اللي كيحلل الفرش الحرجي وكيحوله إلى ذبان؟ واش البكتيريات والفطريات ولا الحيوانات الدقيقة والصغيرة؟ طبيعة الحال البكتيريات والفطريات هما اللي كيديروا تحليل ديال الفرش الحرجي وتحويله إلى ذبان، بينما الحيوانات الصغيرة والدقيقة كيقوموا بتقطيع الفرش الحرجي وتجزيئه. إذا الحيوانات الصغيرة والدقيقة كيقطعوا لنا الفرش الحرجي وكيجزئوه، ومن بعد كتجي البكتيريات باش كتحلل داك الفرش الحرجي وكتحوله إلى ذبان، وداك الذبان كيساهم في لا فيرتيليزاسيون دو سول، يعني تخصيب التربه. وما تنساوش كما قلت لكم هذا المعجم هنايا، دوبال يعني هو لوموس، تهويه لايغاسون، تخصيب فيرتيليزاسيون، تفسخ او تحلل هي ديكومبوزيسيون. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الصفحه 25 من كتاب المتعلم والمتعلمه منهل النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي طبعه 2021. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.